السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناتي اللي هي قناة نوى الأم دنيا. عيد مولد نبوي شريف، الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحة ولهنا وباش تمنيتوا إن شاء الله. المرة الفايتة شاركت معكم تزيين ديال الشموع أنا ولوستي، هذه المرة غادي نشاركوا معكم تزيين ديال القالب. صراحة أي وحدة ما كتعرفش ملي غادي تبع هاد الخطوات غادي يجيها هذاك الشيء ساهل، وهو هذاك من الأحسن تصايبوه الرسانكم، راه ماشي صعيب راه ساهل، والوسائل اللي كتخدموا بهم راه مرخص ماشي غاليين، كلهم كيتباعوا عند اللي كيبيع أدوات الخياطة. اي واحد يبيع ادوات الخياطه كتلقاو عنده هاد اللوازم. المهم هاد اللوازم هما اللي قدمتهم في الفيديو الاول ديال الشموع. الصراحه كتحسي بواحد المتعه وانتي كتوجدي هاد الشيء من بيدك، المهم كتختاري داك الشيء من راسك وكديري داك الديكور اللي عجبك انتيا. ماشي ضروري غادي ديري واحد الديكور اللي هو معين، ولا غادي تشري شي ادوات اللي هما معينين، غادي تشري داك الشيء اللي عجبك انتي وغادي ديري الديكور اللي عجبك انتيا. المهم كل وحده على حسابها وعلى حساب جيبها. كاين ديكورات اللي كيكونوا طالعين في الثمن، وكاين ديكورات اللي كيكونوا بساط، كل واحد على حساب المجهود ديالو وكل واحد على حساب جيبه. وكنتمنى السعاده للعريسين وان شاء الله بالرفاه والبنين. كنتمنى تتبعوا الفيديو الى النهايه، شي تعليق يكون محفز ولا انتقاد ماشي مشكل. ما تنساوش لايك للفيديو باش يطلع الفيديو، والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله. قوم معايا.